ذوقنا على التحدي الغربي مش والله حد تمام مش حد تخندري كلام شكرا لك يا احمد بصراحه الموضوع ده خلص الدعم وجت على الفلوس خالد بيه عبد العزيز المحترم وقت ناشونال نادي الاتحاد يا استاذ خالد طبعا عليكم ناس محترمه اي حاجه احنا عايزين 10 بدلين ورا كارفور يا خالد بيه احنا عايزين 10 بدلين ورا كارفور يا خالد بيه نادي الاتحاد عشان نرفع حته ارضي اللعيبه بس قال انت مون سعادتك ربنا يسترها معاك والنبي والنبي راجل محترم وبص يا عم اتحاد محترم ربنا يسترها معاك حته ارضي اللعيبه بس ربنا يكرمك خلي بالك الكراسي بس وانت بتهرب خلي بالك عبد الله مدير الفرح محمد اهلا بك صباح الخير معانا من زمان صباح الخير بس عايزين الانتخابات معاك كل الاجزاء ربنا يوفقكم يا رب ربنا يوفقكم انت محترم يا حضرتك على ملعب واحد والعمليه بسيطه جدا لان هو قرمنا خلاص انت لو كنت مركز الشباب كان زمان الملعب داخل اه والله معلش انا قلت للدكتور مصطفى كده انا تمام مؤاخذه يا كوتش بس احنا كوتش باشمهندس الباب هيرجع تاني يلا رجال يلا ضعف فين واحد من دقيقه ان شاء الله احنا فندم سلم على الصوره اتكلم هو الملعب احنا جددناه كذا مره بس واضح ان الارض هنا ما بتعشلهاش نجيله لا شيء طبيعي كتير اهلاك كتير على هناك كتير فنجيل يعني احنا محظره ان حضرتك خدت القرار ده النهارده بنشكرك عليه سياده الوزير قرر انه يبدا في جهاد انا عايز ماركريت يا جهاد يلا يلا لا فاضل 6 شهور ما هو يقدر يعمل في محضر مركز انا وانت تعتمد لي خلاص ماشي لكن يكون عنده فلوس وسايب المركز بالشكل ده هو خلاص ما ماشي اه انا بقول معاك بقول معاك عايز كام بيقول لك انا فاضل لي 6 شهور ولا بتاع ممكن طلع طلع خلاص ماشي لجنه من الحي والله وزير الشباب يعمل اللي حضرتك على ركبه اول مره يا ريس ربنا يكرمك يا استاذ عمرو هما بياخدوهم هما كنت انت الاول هتدفع لهم دلوقتي مش هتدفع لهم بقى بيجي لك فلوس من الوزاره وهتكسب شويه فلوس منهم احنا عندنا برضه انت سيادتك احنا مشاركين في اتحاد الكوره برضه عندنا ثلاث فرق واول اسكندريه ده مش موضوعنا بس عايزين نعرف الموارد الماليه
دي النقط بتاعت المركز الثاني اللي عنده 44 نقطه المعموره المعموره معروفه احنا بموضوع بالنسبه لمراكز الشباب احنا بقالنا خطه يعني بننفذها بقالنا دلوقتي دي تاني سنه علشان نقدر نعمل 1100 ملعب كره قدم خماسي في جميع محافظات الجمهوريه في جميع مراكز الشباب منهم 100 ملعب كره قدم قانوني و1000 ملعب كره قدم خماسي والاسكندريه اعتقد نصيبها يمكن حاجه و50 ملعب من ملاعب الكره الخماسيه وعدد مش متاكد منه من الملاعب القانونيه. فالنهارده جايين نشوف سير العمل في اعداد الملاعب ديت. هنعدي على حوالي 10 مراكز شباب من اللي بيتم فيهم تطوير الملاعب الخماسيه والملاعب القانونيه. عايز اعرف بقى من حضرتك الانديه وبالاخص ما انا لسه بتكلم عن النادي الاتحاد. حضرتك كان في جلسه بينك وبين اعضاء مجلس اداره نادي الاتحاد برئاسه الدكتور محمود المشاري واستاذ هشام حسن نائب. اولا انا بهني اسكندريه كلها بالاداء اللي بيأديه نادي الاتحاد السنه دي واحنا لازم نكون كلنا عندنا دفعه قويه باذن الله كده لان نادي الاتحاد ده نادي عريق جدا. كلنا طول عمرنا يعني من واحنا صغيرين نشوف النادي الاتحاد السكندري ده واحد يعني قلعه كبرى من قلاع الرياضه المصريه مش بس كره القدم حتى في كره السله وفي كره الطايره وفي الالعاب الاخرى. وكان من اصعب الماتشات اللي ممكن الاهلي والزمالك يجي يلعبوها كانوا بيلعبوا هنا في استاد اسكندريه. وكان ايام زمان الدوره الصيفيه دي دوره مهمه جدا ونادي الاتحاد كان ليه صولات وجولات في الدوره الصيفيه ونادي الاولمبي كمان يمكن اول نادي خارج القاهره اللي كان خد الدوري العام في الستينات. فاحنا يعني نتمنى ان الاسكندريه يعني تاخد مكانها الطبيعي في الرياضه المصريه واحنا جايين هنا نقول لنادي الاتحاد ايه اللي ممكن نقدمه من دعم. في الدعم المئويه طبعا ده حاجه رائعه جدا نادي الاتحاد يحتفل بالمئويه بتاعته وان شاء الله تطلع على اعلى مستوى. انا متاكد ان مجلس اداره وكل الناس اللي بتساعده من السيد المحافظ هيعملوا حاجه عظيمه جدا لان كمان في رفع العلم الاولمبي اللي كان يوم 5/4 هنا موجود احتفاليه دوليه تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه. فانا شايف ان احنا كل اللي احنا محتاجينه بس انا متاكد احنا لو وفرنا المناخ الملائم لنادي الاتحاد السكندري سواء من الناحيه الماديه او من الناحيه حتى الذهنيه ان الناس دي تفكر وتنتج وتبدع لو ما عندهمش مشاكل ماديه اعتقد نادي الاتحاد ده هينطلق. لان انا من وجهه نظري محافظه الاسكندريه احدى المحافظات اللي بتطلع اكبر مواهب مش بس في الرياضه لا في الثقافه وفي الادب وفي الفن. نادي الاتحاد ماشي كويس لكن سمعت دلوقتي من الساده اعضاء مجلس اداره ان عندهم بعض المشاكل الماديه بعض الاموال اللي متاخره من اتحاد الكوره اللي يستحقه اتحاد الكوره. وانا عارف ان اتحاد الكوره كنت على اتصال باحد الساده الاعضاء دلوقتي قالوا انه اول ما هتيجي الفلوس هيسددوها. احنا كمان في الوزاره نادي الاتحاد السكندري مقدم زي طلب لعمل حمام سباحه هيتكلف حوالي 7 مليون جنيه. وانا شايف ان ما ينفعش نادي الاتحاد السكندري ما يكونش عنده حمام سباحه لان ده نادي عريق جدا. انا عايز اسال حضرتك فان شاء الله هنعمل الارض يعني هشام حسن جنب حضرتك النائب بيسال حضرتك على الارض هو دايما مطلب جماهير الاعضاء وجماهير واعضاء نادي الاتحاد. والله مش عايز اتدخل قوي في الموضوع ده لكن كل اللي اقدر اقوله لو السيد المحافظ يعني يوفر نادي الاتحاد ارض احنا بالنسبه لنا في الوزاره يهمنا جدا نعمل منشات رياضيه وشبابيه تساهم في ان كل الشباب المصري يمارس الرياضه بشكل عام. فنادي الاتحاد ده قلعه كبيره زي مراكز الشباب ما هي بتخرج شباب نادي الاتحاد برضو بيخرج شباب. فاحنا كل اللي هنحاول نعمله ان احنا ندعم اي منشات شبابيه ورياضيه لان انا بقول لحضراتكم كلكم مهمه وزاره الرياضه والشباب في الفتره القادمه هي توسيع يعني رقعة الممارسة الرياضية في جميع الأندية ومراكز الشباب الاهتمام بالممارسة الرياضة للشعب المصري سواء على مستوى العمال والفلاحين على مستوى الطلبة على مستوى التلاميذ على مستوى المرأة المصرية على أي شباب يقدر يمارس رياضة مش شرط بشكل تنافسي أو احترافي. وسنترك كل ما هو يخص البطولة والمنافسة للجنة الأولمبية وللاتحادات الرياضية والأندية في الجزء اللي بيتنافسوا فيه من داخل الاتحادات. أما في الشق من الأندية اللي بيبقى فيه ممارسة رياضة احنا هندعم كل ممارس رياضة زي حمام السباحة اللي بنعمله زي لو نادي الاتحاد اخد ارض هندعم المنشآت الرياضية والشبابية اللي هيعملها. معنى كده فهم من كلام حضرتك ان في جزء راح للجنة الاولمبية اللي هي كانت الازمة اللي حصلت بين وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية وما ينفعش حضرتك تكون متواجد معنا وما اسألش حضرتك على انتخابات الاندية هل هتتم انتخابات الاندية وموقف الاستاذ ممدوح عباس ايه في نادي الزمالك. والله الانتخابات الاندية بتتم فعلا والاسبوع اللي فات كان عندنا عدة انتخابات واجريت بمنتهى يعني الحيدة والامان وكانش فيها مشكلة في نادي الترسانة ونادي هوليوليدو واعتقد نادي بيلا في كفر الشيخ وعدة اندية اخرى. عندنا اظن الاسبوع ده عندنا نادي الشمس وعندنا نادي اليوبلس الاسبوع الجاي في نادي السيرة بتكلم على الاندية الكبيرة اعتقد نادي سبورتنج نادي الاهلي نادي الزمالك الاتحاد شغال النهاردة. فما يعني ما عندناش مشكلة في الانتخابات انتخابات قائمة بالشكل الطبيعي بتاعها ما عندناش اي مشكلة فيها. عندنا مشكلة وحيدة في نادي الزمالك
وزي ما بقول انا مش بخبي اي حاجه، انا قابلت الاستاذ ممدوح عباس وقلت له ان احنا عايزين نرجع حضرتك لرئاسه مجلس اداره نادي الزمالك في الفتره لغايه الانتخابات القادمه اللي هتتم في نادي الزمالك يوم 26 مارس. انما الاستاذ ممدوح كان له راي اخر وانا بحترم كل الاراء، والاستاذ ممدوح قال لي لا انا لو رجعت نادي الزمالك هلغي الانتخابات اللي موجوده، وده رايه ده. واعتقد ان هو بعد جواب للفيفا كمان بيشتكي وبيقول ان احنا يعني بنتدخل لكل حاجه، وبرده ده حقه. ومهما كان علاقتي بالاستاذ ممدوح عباس علاقه محترمه جدا، وهو راجل محترم جدا ورجل وطني جدا وقدم لنادي الزمالك كثير جدا، ومش هنخسر اي حد في علاقتنا. احنا خلافنا مع الاستاذ ممدوح عباس ليس خلاف على اي حاجه، احنا وجهه نظرنا بنحاول نطبق حاجه، هو شايفها ان احنا بنتصرف بطريقه مش صحيحه، فهنحتكم احنا الاثنين للاتحاد الدولي لكره القدم في وهيقول والله الراي هيبقى الاخير لي اذا كنا هنمشي احنا في اجراءاتنا السليمه، او هو هيبقى شايف ان وجهه نظر الاستاذ ممدوح عباس هي اللي سليمه. لكن كل اللي انا بقوله ان انتخابات نادي الزمالك حتى هذه اللحظه قائمه في ميعادها بالمرشحين اللي موجودين، وبنترك الامر للجمعيه العموميه لنادي الزمالك تختار من يكون في مجلس الاداره القادم. طول هتروح للفيفا الاستاذ محمود حباس قدم طلب شكوى للفيفا، معنى كده ممكن يتم تجميد النشاط الرياضي في مصر، مش الرياضي، مش النشاط الرياضي، معلش يا جماعه نفهم، كره القدم. احنا حلينا مشكله 26 اتحاد، تمام، فاضل لنا اتحاد واحد، تمام. يعني احنا كان عندنا مشكله مع اللجنه الاولمبيه ان ممكن النشاط الرياضي في مصر، النشاط الرياضي الاولمبي في مصر بيتكون من 27 اتحاد، فالحمد لله احنا معانا 26 اتحاد دلوقتي، خلاص ما فيش اي مشكله فيهم. الاتحاد الوحيد اللي باقي فيه مشكله هو اتحاد كره القدم، وان شاء الله احنا متاكدين ان الاستاذ ممدوح عباس ومجلس اداره الاستاذ ممدوح عباس على يعني اعلى مستوى من الوطنيه ومن حب مصر، وهيقدر ان شاء الله المشكله، وانه انا اول واحد متاكد ان الاستاذ ممدوح عباس هو اللي مش هيرضى حتى لو قالوا له ان انت اللي صح وان هيتم ايقاف النشاط في كره القدم، عشان هيقول لا ما توقفوش نشاط، وانا مستعد اسيب نادي الزمالك مقابل ان النشاط الرياضي في مصر لا يتوقف. يعني حضرتك تمسك بالموضوع؟ والله لو تمسك بالموضوع خلاص هنحتكم، انا هقدم الاوراق اللي عندي، يعني هقول ادي موقفي وادي الظروف اللي موجوده، وهنترك الامر للاتحاد الدولي لكره القدم، هو يقدر الظروف، اذا شاف الظروف اللي احنا يعني حاولنا نعملها وحاولنا نرجع الاستاذ ممدوح عباس لمكانه، وده حصل باتصال ومقابله رسميه بيا، لكن هو مصمم على انه يلغي الانتخابات، والغاء الانتخابات في نادي الزمالك هيدخل نادي الزمالك في مشكله كبيره قانونيه، واللي يمكن الانتخابات ما نعرفش نقيمها لعده سنوات قادمه. فالاتحاد الدولي بقى لكره القدم هو اللي يقدر هل المشكله ديت ممكن تدخل نادي عريق زي نادي الزمالك، يعني احد اكبر الانديه المصريه والعربيه والافريقيه، في مشكله، ولا هيقول هيصمم على رايه ويقول لا سيتم ايقاف كره القدم حتى تحل المشكله. ده هنتركها للجنه المخصصه بذلك في الانديه في الاتحاد الدولي لكره القدم. طب هو اتمسك ومد، هيبقى موقف زياده، هو هيبقى كده؟ لا هو ما توقفش مد، معلش هو ما توقفش مد، هو احنا قدام خيارين، يا اما الاستاذ ممدوح يوافق، يا اما احنا خلاص، ما هو لو ما وافقش هنقدم احنا وجهه يا فندم، ايوه يا فندم، احنا هنقدم وجهه نظرنا للاتحاد الدولي وهنسيب الاتحاد الدولي ياخد قرار. وتدي فرصة لشعبنا يبدع وينتج ويعيد تاني يعني ريادته لكل المنطقة بإذن الله. انتخابات الأندية شغالة في مواعيدها عادي، مش هنعمل فيها أي حاجة، في مواعيد، والمجالس الإدارات أعلنت عن مواعيد الانتخابات، وإن شاء الله هيتجوا الانتخابات في مواعيدها. ورجعنا اللجنة الأولمبية. لا موضوع اللجنة الأولمبية انتهى، واللجنة الأولمبية بعتت جواب شكر لما تم خلال الأسبوع اللي فات، وقالت انها هتدعم الحركه الاولمبيه المصريه في الوقت القادم، ومتفائله جدا بالحكومه الجديده، وربنا يسهل ونساعدهم، يعني ان احنا نفضلوا متفائلين.